شوفوا بعض الأمثلة تاع النماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بالتسير الإداري للموظفين والأعوان العموميين. راح نشوفوا هنا توظيف مباشر وتوظيف على أساس مباشر على أساس الشهادة. قبل ما نواصل فقط كاين البعث المقرر من أجل المصادقة على الفيزا، من أجل التأشيرة عفوا للمراقب المالي، أو حتى كان بعض القطاعات اللي لازم يمروا على الوظيفة العمومية، مفتشية الوظيفة العمومية. لازم هذه الوثائق، هذه الحيثية اللي نوضعوها مع بناء المحضر ومحضر رقم ووثيقة الإثبات ومحضر هذا هادو مثلا، لازم نديرو نسخة ونلصقوها بالمقرر، لأنه المراقبة المالية ما راحش يأشر لك ما تكونش عنده هذه الوثائق موثقة بمقررات، ما لازمش نساو. إذا هنا عندنا توظيف عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، يعني فقط هنايا عندنا محضر النتائج النهائية، يعني هو أساس كما قلت، يعني الوثائق اللي نحتاجها باش نقوم بتحرير مقرر نوضعها في المقرر. يعني هنا عندنا الترسيم مهم جدا، كنا شفنا التعيين، راح نشوفوا الترسيم. الترسيم هنا يرسم في السلك والرتبة والصنف الرقم الاستبدادي ابتداء منه. طبعا يكون ترسيم خاضع لقرار لجنة إدارية المحتوى الأعضاء، إذا نتكلموا على محضر اللجنة الإدارية والتاريخ تاعو. طبعا كان بعض اللي يديروا ترقيم تاع محضر، هي لا، هي محضر فقط، هو محضر تاع لجنة مؤرخ فيه، لأنه يعني دائما في المحاضر نبداها بتاريخ، وهذا لازم باش ترسم لازم يكون تعيين قبل. إذا نديروا قرار أو مقرر تاع اللي قمنا بتعيين به ذلك الموظف. نواصل يعني مع أمثلة أخرى. حبيت نتكلم على النقل، لأنه هنا قبل ما نتكلم عن النقل عن الترقية إلى رتبة أعلى مباشرة، أو ممكن هذا يعني تكيف، يعني ممكن نكيفوه الترقية على أساس الشهادة. هنا على بناء المستخرج القرار المتضمن كان تعيين الترقية، يعني آخر ترقية واش كان، إذا كان عنده ترقية، إذا كان يعني ترسم وما كانش عنده ترقية يعني ما نديروش هذا المستخرج. يعني كل حاجة يكون عندها بيان واضح، يعني الشيء اللي نحتاجه. عندنا الترقية في الرتبة، إذا واش نحتاجه؟ نحتاجه أنه كان في الرتبة، أنه كان مرسم وكان عنده درجة معينة راه فيها، ولا ما كانش عنده درجة ما نديروهاش، ممكن يكون ترسم ومازال ما ترقاش. نحتاجه إلى كذلك الشهادة اللي ترقى بها، الشهادة اللي ترقى بها اختصاص ورقم الشهادة ومين جابها إلى آخره، نوضعها في الحيثيات. سواء كانت ترقية للرتبة الأعلى مباشرة، مثلا مهندس كمل ماجستير أو ليسونس كمل ماستر، يعني تكون يعني رتبة أعلى مباشرة، أو ممكن يكون ترقية هذا النموذج تاع 2008، ولكن من بعد ولات عندنا ترقية على أساس الشهادة، ممكن يكون عام إدارة رئيسي وقرا ماستر وتحصل على منصب متصرف محلل، راح يترقى إلى رتبة متصرف محلل مثلا. هنا راح نتكلم قبل، راح نتكلم على النقل. النقل دائما يشكل التباس بالنسبة لكثير من الموظفين في المكتب المستخدمين. هنا عندنا بمقتضى المرسوم التنفيذي القانون الأساسي دائما تاع المعني، وهنايا لازم يكون موظف يكون مرسم، وانا طالب النقل يكون هو طلب النقل. هنا عندنا موافقة الإدارة الأصلية والإدارة المستقبلة. طبعا كثير موظفين يتسألوا شكون لازم الأول، هل الإدارة المستقبلة أو الإدارة الأصلية؟ يعني هو كل إدارة كيفاش، يعني ما كاش قانون واضح، يعني ممكن موظف مديره يقبلها باش يروح والأصلية تقبل المستقبلة، يعني تقبل ما بعد. يمكن عكس، كان يروح يجيب الموافقة من الإدارة المستقبلة ويطلب من إدارته، لكن اللي يبان لي منطقي أنه لازم إدارة المدير تاعه يقبلها باش يروح، باش راح يطلب يعني أنه يروح جهة أخرى، مش العكس. طبعا كيما احنا في القطاع تاع السكن والعمرة لازم موافقة تاع الوزارة، لازم إرسالية تاع موافقة تاع الوزارة، يعني قبل ما يعني تكون كاينة موافقة الإدارة الأصلية والإدارة المستقبلة، معاها لازم تكون موافقة تاع الوزارة.
هنا ان تكفل بعد عمليه النقل، اي الاداره المستقبله راح تعمل قرار تكفل، لازم يكون فيه تاع النقل، ولازم يكون فيه انه السيد مرسل ويكفل السيد. هنا عندنا خدمة الوطنية، وعندنا إعادة إدماج بعد الخدمة الوطنية. راح نتكلم على الاستيداع يعني كمثال، ومن بعد نمرو للمتعاقب. إذا هنا إحالة الاستيداع ممكن يكون أغراض شخصية، عفوا. هنا عندنا استيداع لأغراض شخصية، أن يكون هو مرسم لازم يكون عنده عميل عامل باش يطلب، إذا حب يطلب استيداع لأغراض شخصية بناء على طلب إحالة الاستيداع، وبناء على المحضر تاع لجنة تسوية الأعضاء، لأنه باش يخرج استيداع لأغراض شخصية لازم موافقة تاع اللجنة الإدارية المساوية للأعضاء. يحال السيد على الاستيداع هنا بقوة القانون، الأولى أغراض شخصية وهنا بقوة القانون، يعني إذا هذا الحالات التي يمكن أن يحال فيها الاستيداع بقوة القانون، ما يحتاج رأي لجنة تسوية الأعضاء. مثل تربية طفل قبل 5 سنوات يعتبر من حالات بقوة القانون الكثيرة المنتشرة. إذا بناء على مستخرج القرار تاع اللي تلقى فيه، ومن بعد بناء على طلب الإحالة على الاستيداع، ومن بعد وثائق ثبوتية، يعني إذا كان في الأغراض الشخصية ماهوش مطلوبة، لكن في الوثائق الثبوتية بالنسبة للإحالة الاستيداع لازم إثبات. هنايا يحال الاستيداع، ثم يمكن تجديد إحالة الاستيداع. هنا توضح فترة أولى فترة ثانية باش نجمع هذوك 5 سنوات، يعني ممكن حتى تصل حتى 5 سنوات. أو هنا عندنا إعادة إدماج، يعني ممكن هو يطلب إعادة إدماج ويدمجوا. طبعا في أكثر الإدارات يعني إعادة إدماج لازم لها محضر، يعني محضر إعادة إدماج ويدخلوه في الحيثيات، يعني هو الأساس تحت النماذج أنها نعتمد على هاد الحيثيات. ولكن يمكن إضافة كما ذكرت في المثال السابق اللي كنا قمنا عليها قبل، أنها إضافة معلومات نحتاجها أكثر. تعيين في منصب عالي، تعيين في منصب عالي هنا نلاحظوا أننا نضيف 700 307، لأنه فيه الزيادة الاستدلالية للمناصب، أنا رئيس مكتب شحال، رئيس مصلحة شحال، يعني على حساب المنصب العالي المراد ترقية إليه. ثم هنايا عندنا هنايا راح نشوفوا استقالة، يكون هناك طلب استقالة وموافقة وباقتراح من رئيس المصلحة تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد، يعني يكون هناك قبول ويحرر المقرر أو القرار. هنا عندنا عزل عن التسريح، شرط بعد الوفاة، ترحم على جميع الزملاء اللي توفوا الله يرحمهم، إحالة على التقاعد بعد إنهاء العلاقة. هنايا عندنا تشطيب السيد، ثم بعد عندنا مستخرج قرار الترقية في الدرجة آخر المقرر، بناء تشطيب الصندوق الوطني للتقاعد، لأنه إحنا راح نبعتوا الملف للصندوق الوطني للتقاعد، ومن بعد كيكون هنا قبول، كيكون يعني هو حقق الشرط فعلا وتم الحساب، راح صندوق وطني للتقاعد يبعث لنا انه يمكن قبوله. وبالتالي اذا كان مستوفي شروط فعلا يمكن للموظف ان يتقاعد. هنا عندنا من 2008 طريقة عقد العمل تغيرت، سواء بعقد عمل غير محدد المدة او عقد عمل محدد المدة، راح يولي عقد بين الادارة والمتعاقد، من جهة ما هنا الإدارة وهنا المتعاقد، وهنا عندنا هو خاضع للمرسوم الرئاسي 7800 المتعاقدين، وقرار 7 أبريل 2008 الذي يحدد تشكيل ملف إداري، ما هو الملف الإداري وضعه. وهنا عندنا يوظف هنا منصب شغل ماشي رتبة ماشي سلك، منصب شغل يعني كي يكون متعاقد ما نقولوش رتبة ما نقولوش سلك، نقولو منصب شغل. هنايا توقيت محدد المدة، سواء غير محدد المدة عفوا، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي، ويعين في أي مكان يعين،
يصنف طبعا حسب نصيب الشغل اللي تخلى. عامل مهني يكون في صنف واحد رقم 20 ل 200، يستفيد معني هنا نذكر جميع عناصر المرتب، ثم زيادة على الواجبات يمكن أن يطلب منها أن يقوم بعض المهام أخرى. ويسمى مفعول هذا العقد لازم يقبله هو يمضيه باش يروح لأجل تأشيرة للمراقبة المالية، وكذلك بالنسبة للتوقيت الجزئي أيضا بنفس الطريقة. يعني هذه وهذا تجديد عقد عمل، يعني ما كنا نضيفوا لها 145%، ويجدد عقد عمل ويضاف إليه 41% تاع الراتب الرئيسي. هنا عطلة غير مدفوعة الراتب. يعني هذه هي بعض النماذج اللي تحدثت عليها، ما متنمتش كلها بالتفصيل، لكن فقط كنظرة حول نماذج، حول الأساس تاع النماذج. أولا أننا نعتمد على المعلومات التي لدينا، ما الذي نريده من هذا القرار، وما هي المعلومات التي نحتاجها. تلك المعلومات تكون على شكل وثائق، نوضعها نسخ هذه الوثائق باش نبعثوها للتأشيرة للمراقب المالي. أمر سهل، فقط نكونوا فاهمين ونعتمدوا على النماذج. نعاود نتأكد أننا نعتمدوا على النماذج، مش نروح نجيبوا يعني من الملف تاع أي موظف نبدا من نهار كامل نقلب بلا ما نفهم. لا، نعتمد على النماذج. هي عندنا ممكن نشوفوا، كما قلت ممكن نشوفوا يعني كأمثلة سابقة كانت مؤشرة ولا، ولكن أنا أحبذ أن نعتمد على الوثائق السابقة، لأن بعض الأحيان يكون هناك يعني التباس، خاصة واحد جديد من أحسن أنه ياخذ نموذج يخدم به. ممكن يغلط ممكن ما يغلطش، لكن كي يكون فاهم واش راه يخدم يتعلم بخف. يعني هذا هو الأساس اللي عندي في العمل تاع مكتب تفسير المستخدمين، أنه نعتمد على وثائق واضحة، نعتمد على منهجية واضحة مفهومة، نخدم نيشان ماشي نبداو اون تاتون با. جو نيم با كون جو بريفير با كون تاتون دو بيرو دو بيرسونيل دو فيمين، باسكو سي ان بيرو تري سنسيبل كي نيسيسيت اون كونيسونس ان ابرونتيساج كونتينيو دو تو سكي يوتيل، باسكو لاجون اللي هو سيرفيس دو سي كوليك. دونك فوت اتر تري فيجيل. إذن إلى هنا نتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.